يعتبر الشعر الأملس والناعم مرغوب ولا يمكن أن تستغني عنه النساء، ولهذا نجد الكثير من الفتيات يلجأن إلى تصفيف شعرهن بشكل يومي، ويلجأ البعض منهن إلى جعله مستقيما بشكل دائم باستخدام طرق غير طبيعية. ولكن المشكلة في تلك الطرق هي الضرر الذي تلحقه بالشعر كبير جدا، لهذا يبحث الكثيرين عن بديل الكيراتين للشعر للحصول على شعر أملس وناعم دون الإضرار بالشعر. وفي هذا الفيديو سنتعرف على مجموعة من أفضل البدائل. أولا، مكابس الحرير. تعد هذه التقنية من تقنيات تمليس الشعر المؤقتة التي يمكن اعتبارها بديل الكيراتين للشعر، ومن النتائج المتوقعة التي تحققها الحصول على شعر ناعم حريري وأكثر لمعانا في جلسة واحدة فقط، وذلك كله بدون استخدام مواد فرد الشعر الكيميائية التي تضر بصحة الشعر على المدى البعيد. تعتمد هذه التقنية على فرد الشعر باستخدام مكبس الشعر باتباع خطوات معينة يقوم بها خبير الشعر. والجدير بالذكر أن نتائج تقنية مكابس الحرير لا تدوم لفترة طويلة، إذ قد تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة. وهناك عدة خطوات يجب اتباعها عند استخدام مكبس الشعر، ومنها غسل الشعر بشامبو مرطب وتجفيفه جيدا بعد غسله، ويجب استخدام شامبو مناسب لنوع الشعر، وعند تجفيف الشعر يجب البدء من الجذور وحتى الأطراف ثم تمشيط الشعر بشكل جيد. هناك أيضا بديل الكيراتين للشعر الذي يعتمد على مواد طبيعية فقط، ومن ضمن هذه البدائل ما يأتي. أولا، جل الصبار. الصبار هو نبتة ذات أوراق سميكة تحتوي داخلها على مادة تشبه الجل الذي لا لون لها، وقد اشتهر الصبار منذ القدم بخصائصه العلاجية الكثيرة، حيث وجد أنه يمتلك تأثيرا رائعا على الشعر، حيث إنه يعالج الشعر المتضرر والجاف ويعيد له قوته وجماله. ويمكن أن يساعد الصبار في تمليس الشعر بكل سهولة بدون الحاجة إلى زيارة أخصائي الشعر، ويتم باتباع الخطوات الآتية: قم بتدليك فروة الرأس والشعر كاملا بجيل الصبار الطازج بعد أن تقوم باستخراجه من أوراق الصبار. لف الشعر بمنشفة مبللة بالماء الدافئ وتركها مدة 15 دقيقة حتى يمتص الشعر جميع العناصر المغذية الموجودة في جيل الصبار. اغسل الشعر كالمعتاد، ويفضل استخدام البلسم بعد الانتهاء من الشامبو كي يبقى الشعر حيويا ومالسا. ثانيا، الزيت الساخن. يعد العلاج بالزيت الساخن خيارا طبيعيا ممتازا للحصول على شعر ناعم بدلا من الكيراتين، ويمكن تطبيقه بالشكل الآتي: سخن زيت الزيتون أو زيت جوز الهند لبضع ثوان في الميكروويف حتى يصبح دافئا، ويمكنك إضافة بضع قطرات من أي نوع زيت عطري تريده. دلك فروة الرأس والشعر كاملا بالزيت ثم لفه بمنشفة دافئة وتركه 30 دقيقة قبل الشطف بالشامبو. في النهاية، عادة ما يكون الشعر المجعد والمموج أكثر جفافا من أنواع الشعر الأخرى، لذلك تجنب غسل الشعر أكثر من مرة كل يومين. فالكثير من الشامبو يمكن أن يزيل زيوت الشعر الطبيعية التي تؤدي إلى الجفاف ومن ثم تكسر الشعر وتساقطه. واحرص على ترطيب الشعر بانتظام للمساعدة في جعل الشعر الجاف أكثر نعومة ولمعانا وقوة. كما يمكن أن تساعد منتجات الترطيب الطبيعية في الحفاظ على صحة شعرك وفروة رأسك مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند.